من جمال لجمال، ومن ذوق لذوق، ومن شياكة لشياكة، ومن أناقة إلى أناقة، من مديحة يسري إلى نادية لطفي. أي كلام هقوله مش ممكن يعبر عن سعادتي. مش هو بيقول انه عدو المرأة؟ انا احب اقابل اعداء شخصية. منحت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس وأعضاء هيئتها الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي درجة الدكتوراه الفخرية مساء أمس داخل إحدى المستشفيات، ليعد هذا التكريم الأول من نوعه خارج أسوار أكاديمية الفنون تقديرا لها. جاء ذلك بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والإعلامي وائل الإبراشي ومجموعة كبيرة من الفنانين. يعني أنا لولا غلاوة اللحظة والدعوة اللقاء الحلو ده كله لخلاني قدرت أجي. أنا يعني سعيدة وزعلان أول مرة عندك إن أنا مش قادر اتكلم لان انا رئيس مجلس اداره الكلام. الدكتوراه دي اقل حاجه ممكن تتقدم لهم على مشوارهم الطويل ده، يعني هم يستحقوا اكتر من كده بكتير قوي. وبعدين هم خدوا تكريمهم من الجمهور ومن الفن على مدى سنين طويله قوي وحب الناس. انا بعتبر ده اكتر يعني احسن من اي تكريم. تستاهل اكتر من كده بكتير جدا جدا جدا، ويمكن التكريم ده متأخر شوية لكن الحمد لله إنه اتعمل. أنا من رأيي كمان إن أسماء العظيمة نادية لطفي يطلق على مثل جايزة سنوية تمنح لأوائل الخريجين مثلا، أو يطلق اسمها على بلاتو من بلاتوهات السينما. الفنانة نادية لطفي اللي باختياراتها ابتداء من النضارة السوداء إلى الشمان والخريف إلى الخائنة إلى قصر الشوق، مش محتاج إن أنا أكلمك عن عظمة الممثلة المتنوعة في أدوارها. مواقفها مع القضايا الوطنية سواء المصرية أو العربية معروفة أو يمكن مش معروفة، لكن أنا عارفها كويس جدا. طب تراهني؟ أراهن. 20 جنيه؟ لا 50. لا 50 ده كتير جدا. الفنانة نادية لطفي كانت بتقوم يعني عملت ممرضة أثناء العدوان الثلاثي، وقعدت استقرت في القصر العيني قاعدة مستنية أي حد يدخل، فهي والمجهود الحربي طبعا كمان، دول شخصيات قومية بالمناسبة يعني. وأثر السينما المصري أثر يعني السينما المصرية بحاجات كثيرة جدا، وناقشوا قضايا عديدة في أفلامهم. فيرجينيا ماتت والسهم العربي أطلقوا أرث. هي فنانة من نوع آخر، يعني فنانة لعبت جميع الأدوار، فلاحة إلى الأرستقراطية إلى بتاعة الشوارع إلى السياسية إلى زوبة في بين القصرين، يعني أدوار كلها متباينة، فهي أيقونة السينما المصرية فعلا. بالنسبة لي نادية لطفي يعني أنا بعتبرها الناقدة الأولى بالنسبة لي، دايما أحب أخد رأيها. تستاهل التكريم، تستاهل الدكتوراه، وتستاهل كل حاجة حلوة، وتستاهل إن احنا نكون جنبها. سوبر ستار لكل الأجيال. أنا بالنسبة لي لما كلمتني قلت لها أنا بعتبر نفسي دخلت التاريخ، إنه نادية لطفي تكلمني في التليفون وتدعوني لهذا التكريم. مبسوط جدا إن أنا موجود النهاردة، ومبسوط إن مدام نادية لطفي كانت طالبة إن أنا أحضر وتواصلت يعني معايا، فأنا سعيد جدا. جميلة القوية اللي اتعلمنا منها كتير جدا جدا جدا، فنيا وعطاء للوطن وضمير. متشكر. طه سيد درويش دايما بيبقى الاحتفالات بتاعت منح الدكتوراه الفخريه، انما الظروف الصحيه بتاعت الفنانين المكرمين احنا انتقلنا لقيمه المكرمين، فكله جه حتى دكتور مصطفى الفقي ودكتور صبر الشبراوي. نظرا لان هم قامات يستحقوا الانتقال، فانا شايف ان الانتقال فكره موضوعيه، و يعني احنا بنتمنى لهم دوام الصحه والعافيه وسلامتهم يا رب. انا سعيده جدا ان ده بيحصل، ولازم نكرم فنانينا ولازم نهتم بيهم ولازم نديلهم قيمتهم، وخصوصا يعني الناس اللي افنت حياتها للفن. لو انت
حللتني كدكتور بقى هتلاقي كل ما يحمله جسدي هو ذرات حب في حب. يعني يمكن انك تتعلم الحب والفن والجمال والذوق والشياكة والأناقة بكل أشكالها من اللي انت شفته واستمعت إليه منذ قليل. لو كنت بتعاني من الإسفاف والابتزال والانحطاط والسوقية كما يعني نعاني الآن، يعني لا، شوف الفن الحقيقي الذي يهذب الوجدان، وشوف الجمال وشوف الشياكة في كل شيء، يعني في الكلام، في امتى تتكلم وامتى ما تتكلمش، ولما تتكلم تتكلم ازاي، وكمان في الأداء وفي كل حاجة في الحياة يعني. وبالتالي هنا مهم جدا ان احنا نقوم بتكريم رموزنا الفنية. عندنا جبال شاهقة من الجمال ومن الفن يحتاجون إلى لمسة من هذا النوع. هو احتفاء أدبي ومعنوي لكن تأثيراته كبيرة جدا. امبارح كنت تشوف يعني هتلاقي بعض عمالقة الفن القدامى يعني كانوا يعني يحلقون بأجنحة الجمال والفن في يوم بعتبره بمثابة تاني، بقول عيد للفن، والناس تتنقل ما بين المستشفى اللي موجودة فيها الفنانة الكبيرة نادية لطفي إلى المستشفى اللي موجودة فيها الفنانة الكبيرة مديحة يسري. أتمنى أنه ده يستمر. ده كمان